السلام عليكم. هلا هلا، معروف عند كل الناس اكو كلمة واكو معناها، بس ما الكلمة ومعناها معناها 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 هذا حكي بسيطنا. كلمة واحدة تعطيك اكثر من معنى، وهالشي يعتمد على لحن الكلمة وعلى طريقة شلون تقول الكلمة وشلون. لا، واحنا بلد الابوذية، واكو كلمة غنية عن التعريف دائما نستعملها وصارت انترناشونال، دخلت بكل اللغات واللهجات ويستعملوها وهم لها اكثر من معنى. يلا 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 كيو. فقرة اليوم مثل ما عرفتوا عن الكلمات اللي تعطي عدة معاني. يا الله، مثل ما قلنا كلمات يا معود تامر، يلا يلا ضبطنا الكادر. نفس الكلمة تعطي عدة معاني، بس هي رسم الحروف نفسها. يلا بابنا، يلا يلا منا، يلا يلا. مثلا يلا، كم يلا قلنا وكم معنى بهذا المشهد؟ عمار. بالمناسبة كلمة ها همينة عبارة عن حرفين بس بيها هواية معاني. ها خلصت لهنا. انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج قيسيات.